إن التقارب والانسجام بين باران وديلان يبهرنا جميعاً، وبطبيعة الحال فإن هذا الانسجام بين الاثنين له أعداء كثر. جيهان مليء بالكراهية تجاه ديلان كل يوم، ديلان عازمة على نشر الجمال رغم كل هذا العداء. فما الذي ينتظر هذه الفتاة الجميلة في القصر في الحلقات القادمة؟ من سيفك العقدة، نشهد جميعا ازدهار حب ديلان وباران يوما بعد يوم. هذا الانسجام الجميل للثنائي يجعلنا سعداء، ومع ذلك القصر هو عش الأعداء. وكأن ما فعله حسن وفرات لم يكن كافيا، فإن جيهان مهووس أيضا بديلان. بالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضا الاعتماد على أزادي والحبيبة اليائسة داريا. باختصار، ديلان محاط بالأعداء من كل جانب، لكن رغم كل هذه الصعوبات فهو مستمر في نشر الجمال. سلوكه اللطيف تجاه باران، والسلام الذي ملأ قلبك، بالطبع جمال ديلان الخيالي. كل هؤلاء يظهرون لنا زهرة تتفتح رغم كل هؤلاء مصاص الدماء. فكيف سينتهي كل هذا الألم والشر؟ فهل ستكون هناك مفاجأة من كودري؟ يمكننا التحدث عن العديد من الاحتمالات هنا، وكان الأرجح أن تنكشف أخطاء فرات، إلا أن هذا الوضع لم يسر كما توقعنا. وبصرف النظر عن هذا، هناك وضع آخر هو كودريت. كودريت الذي يعرف كل الأحداث التي تجري في القصر يشبه الصندوق الأسود. لو استطاع أن يتكلم ويعود إلى رشده لتحركت الأرض، ومع ذلك فقد أصيب كودريت بالشلل وغير قادر على التحدث لفترة طويلة. هنا توقعاتنا المستقبلية هي أن تأثير ديلان العلاجية سيعيد كودريت إلى رشده. ورغم أنه قد يكون من السابق لأوانه قول هذه الأشياء، إلا أن كودريت قد يشكل مفاجأة كبيرة. سيكون من المفيد أن نكون مستعدين لهذا الآن. وبصرف النظر عن كل هذه الصعوبات والمفاجآت، يمكننا أن نقول ذلك بكل تأكيد. سوف تتطور الرومانسية بين ديلان وباران إلى مستوى مختلف. على الرغم من أن الزوجين قد تعرضا لزواج قسري، إلا أنهما سينهيان هذا الوضع بعلاقة حب رائعة. على الرغم من أن الأمور تتحسن بين ديلان وباران، إلا أن أزاد يواصل تعكير المياه. بعد ما حدث لأزاد جيهان والجرح الخنجري الذي تلقاه باران، وصلت كراهيته لديلان إلى ذروتها. يريد التخلص من هذه الفتاة الملعونة في أسرع وقت ممكن وإحلال السلام في القصر. إلا أن باران أوضح أنه سيكون ضد ذلك بأفعاله وأفعاله. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ماذا سيكون مصير ديلان؟ تماماً مثل الملاكي، على الرغم من أن آزاد تريد الجرأة وإلقاء اللوم على ديلان، إلا أن باران دائماً ضدها. ما لا يفهمه آزاد هو سبب وقوف باران إلى جانب هذه الفتاة رغم كل هذه الأحداث السيئة. يبدو الأمر كما لو أن ديلان ألقى تعويذة وربط باران بنفسه. في الواقع، آزاد ليس مخطئاً في هذا الفكر. نعم، ديلان فتنة باران، لكن هذه التعويذة مختلفة تماماً عن أفكار آزاد. فتنت ديلان باران بجمالها وقلبها النقي ومظهرها. لقد وقعت في حب باران ديلان منذ اليوم الذي التقت فيه لأول مرة. وعلى الرغم من أنه لا يستطيع حتى الآن تسمية هذا الشعور الغريب الذي ينتابه في كل مرة يراها، إلا أنه سيواجه مشاعره قريباً. ديلان وباران يقتربان. في واقع الأمر، الكون يفضل الازدواجية. حتى الحوادث الجميلة بين ديلان وباران تقرب بينهما. الأيدي تلمس بعضها البعض فجأة. تلتقي العيون ببطء. الحب على الزوجين بكل الطرق وفي كل لحظة. وبطبيعة الحال، هذا الوضع يزعج بعض الناس في القصر، وخاصة ديريا مجنونة. وبطبيعة الحال، فإن حسن الذي يريد أن يستمر هذا الصراع الدموي منزعج أيضاً مما حدث. يبدو أن المخرج الوحيد للأشرار هو أزاد. سيحاول الأشرار حل هذه المشكلة باستخدام كراهية أزاد لديلان. ولكن بغض النظر عما يفعلونه،
فلن يتمكنوا من منع حب ديلان وباران، لأن قوة هذا الحب الخيالي بين الاثنين عظيمة جداً، وسوف تنمو وتكبر كل يوم. عندما بدأت الأمور تتحسن بين ديلان وباران، على ما أزاد السر في القصر. هذا السر، كما خمنت، هو جرح الخنجر الذي تركه ديلان على باران. ديلان في وضع صعب. لقد ذكرنا في ملخصاتنا السابقة أن أزاد سيعرف الحقيقة. في واقع الأمر حدث ذلك. لقد علم من المسؤول عن الخنجر العالق في صدر أزاد باران. هذه الحقيقة دفعت أزاد إلى الجنون، لأن ديلان يمثل مشكلة كاملة لأزاد. منذ وصوله كان الدم والألم مستمرين في القصر، تماماً مثل اسم المسلسل. ديلان هي زهرة الدم، فإلى جانب جماله فهو يحتوي أيضاً على الألم. على الرغم من أن باران يحاول الوقوف ضد أزاد، إلا أنه من الصعب جداً تحقيق ذلك. أزاد كالرصاصة التي تخرج من البرميل، والاتجاه الذي ستذهب إليه هو قلب ديلان. سيتم طرد ديلان. بالنظر إلى كل هذا، يمكننا بسهولة أن نخمن أن أزاد سيرغب في إيذاء ديلان. ديلان، من ناحية أخرى، يشعر بأسف شديد. يعتقد أن باران خان كل نواياه الطيبة، ولهذا السبب يواجه التشاؤم. لكن الأمور لن تستمر على هذا النحو. سيتحمل باران المسؤولية مرة أخرى، وسوف يفعل كل ما في وسعه لحل المشاكل. سيحاول أولاً حل المشاكل مع أزاد. إذن سوف يرغب في ترسيخ مكانة ديلان في هذا القصر مرة أخرى. على الرغم من كل هذا، يجب أن يحدث شيء ما لكي يكتسب ديلان الثقة بالنفس. وتخميننا هنا هو أن ديلان سيوضح قضية جيهانا التي أصبحت يلفها الغموض. إذا تمكن ديلان من تحقيق ذلك، فسوف يستعيد سمعته في القصر وسيواجه الأشرار وقتاً عصيباً. قلنا أن الأمور ستتحسن كل يوم بين ديلان وباران، ورغم أن الثنائية يتحرك في هذا الاتجاه، إلا أن شكوك باران لا تزال مستمرة. من ناحية أخرى، أزاد لا حول له ولا قوة في مواجهة موقف جيهان، ويبدو أن هذا الغضب الذي يتزايد يوماً بعد يوم داخل أزاد سينفجر خلال وقت قصير. إذن ما الذي ينتظر ديلان وباران؟ ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ أزاد أصيب بالجنون، ولا تزال إعاقة ابنها تشكل صدمة كبيرة لأزاد كل يوم. يواجه جيهان صعوبة في التحرك بشكل مريح، ناهيك عن اتخاذ خطوة. أزاد غاضبة جدا لأن ابنها عانى من نفس المصير الذي عانى منه زوجها.